اليوم في إطار تفعيل مخطط تنظيم الوجدة الولائي تم اقتراح وتم إعطاء السيناريو المحاكاة اللي هو سقوط الطائرة. سقوط الطائرة هذا كان في ضواحي بلدية طائرة الجري بالتحديد حدا البحيرة نتاع سيدي سليمان. تمرير المحاكاة هذا فيه عدد من الضحايا. تم إشراك كل المقاييس وتفعيل المقاييس ومعرفة مدى جاهزية هذه المقاييس في ظل وجود كارثة حقيقية. أنا هذا التمرين اللي نديرو فيه تمرين المحاكاة من أجل الجاهزية، من أجل نولفوا روحنا ونكونوا نقدروا نسيطروا على مشكل ولا حادثة من هذا النوع.